ميسي صنع جول لفريق انتر ميامي في انطلاقة الدوري الأمريكي. الماتش الافتتاحي شهد تواجد رباعي برشلونة السابق ميسي وبوسكيتس وسواريز وألبا. تأثير ميسي على موسم 2024 ظهر مبكراً بعد ما أعلن انتر ميامي في شهر نوفمبر 2023 بيع كامل التذاكر الموسمية لموسم 2024، وده قبل 3 شهور من انطلاقة الموسم الجديد. في موسم 2024 زادت أعداد بيع التذاكر بنسبة 15% عن موسم 23، مع ارتفاع إيرادات التذاكر الموسمية بنسبة 25%، والمبيعات زادت 7 مرات مقارنة بالعام اللي فات. وكمان قيمة رعاية قميص انتر ميامي تضاعفت في 2024. الإيرادات المتوقعة للنادي في 2024 هتوصل ل 200 مليون دولار بعد ما كانت 125 مليون دولار الموسم الماضي. وأخيراً ارتفعت إيرادات الدوري الأمريكي بنسبة 17%، وارتفعت إيرادات رعاية قمصان الفرق بنسبة 15% منذ العام الماضي. انت بقى ايه رأيك في التطور اللي عمله ميسي في الدوري الأمريكي؟